وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرة السادسة حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي وخلال استقباله توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الاولمبيه الوطنيه الافريقيه والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد والمهندس هشام ابو حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الى مصر مشيدا سيادته بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي ومشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية شبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين كذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي وإداري ولوجستي. من جانبه اعرب السيد توماس باخ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالدور الاولمبي التاريخي لمصر كاحدى الدول الافريقيه والعربيه الرائده في مختلف الرياضات الجماعيه والفرديه وهو الامر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقه على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي الى جانب تلك الرياضه كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرا خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الاحداث الرياضيه العالميه حيث اكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد في حين اشار رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه الى ثقته الكامله في امكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمه موضحا في هذا السياق انه قام بزياره مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه في العاصمه الاداريه الجديده، معتبرا اياها احدى اهم وابرز الصروح الرياضيه المتكامله الاركان والخدمات في منطقه الشرق الاوسط وفق اعلى المواصفات العالميه خاصه مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاه لمختلف الالعاب الفرديه والجماعيه، الى جانب المناطق الخدميه المختلفه والمنشات الطبيه والفندقيه والمباني الاداريه وال ومساحات الجمهور وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية